في خيالي أنا، في أحلامي أنا، غمض عين ونفتح عين نلقى أرض الأمنيات. والصح وين عالم لينا إحنا، ليخللنا إحنا الفرحالون والضحكالون كيمالون الفراشات. بالصح حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب تيهرات تيهرات، يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأماني، وانت في هيروز من هيروز. رايكم كل ثلاث حلقات ندير لكم وحده تاع العاب اللي حنجيبوا فيها كان ابطال هيروز جيم اللي تميزوا في الحلقات اللي جازوا، واليوم راح نستقبلوهم. مي دابور خلونا نستقبلوا لي كرونيكور تاعنا اللي موافين بهم بابيسا اروى وحمزه. سالي انا صباح سلام. الحمد لله الحمد لله. انا متحمس وانا بالنسبه لي هذا النهار اسمه يوم الابطال، باسكو ما كاش لي هنا اللي راهم هنا كاع تحصلوا على المرتبة الأولى من قبل في هيروز يوم. وي حنشوفوا أبرز الوجوه اللي جازوا معنا. وأنا حنعاود نتلاقى مع أصدقائي اللي عندي بزاف وقت ما شفتهمش. إكزاكتومون. دوك استقبلوهم الفريق الأزرق. معكم سيف الدين زرقاني، عمري 10 سنين، نسكن في ولاية بومرداس، جيت باش نشارك مع الفريق الأزرق. اسمي أنفال بوزيدي، عمري 10 سنين، جيتكم من بوفاري. السلام عليكم. مستمني كنزي وسقلة، في عمر 8 سنين، جيتكم من الجزائر العاصمة. معكم حسينة بوسنة، عمري 8 سنوات، جيت من الجزائر العاصمة. Hi, my name is Mara. I am 12 years old. I'm from Algeria and I live in Douira. السلام عليكم، اسمي مروة حركات، عندي 13 سنة ونسكن في ألجي. الفريق الأحمر. مرحبا، معكم سارة إبراهيم من ولاية بليدة، أبلغ من العمر 12 سنة. اسمي إسراء بشير، عمري 11 سنة، وجيتكم من ولاية بازا إكزاكت إنتاغوريت. أنا يوسف الشير من ولاية باتنا، عمري 10 سنوات، وأدرس في سنة 5 ابتدائي. السلام عليكم، معكم ميليسا حاجي راس، حبس نقول عمري وين تكون. أنا رامول راندا، عمري 9 سنين، جيت من الجزائر العاصمة، واليوم حنشارك في الفريق الأحمر. سلام، معكم كوثر فليخ، عمري 8 سنين، نسكن في مدينة الغاية، جيت باش نشارك في الفريق الأحمر. سلام، أنا إسراء بن ستي من ولاية عين دفلا، عمري 11 سنة، شاركت معكم في الحصة السابقة في ورشة شوكولات خي، وعاود شاركت معكم اليوم في الفريق الأحمر. والفريق الأصفر.
واسمي كوثر رحني، عندي 11 سنة ونسكن في الأربعة. معكم آدم بوغان من الجزائر العاصمة، عمري 13 سنة. أنا إكرام لعفري، عمري 10 سنين وجيتكم من الجزائر العاصمة. السلام عليكم، اسمي جود كورتي، جيت من رايا، عمري 8 سنين. ألو، اسمي تسليم سليدي، عمري 12 سنة، أسكن في لازبو مدرس إكزارتومو بدور بحري. نوفا باسي، جيتكم في ورشة كنديرو وذكرني في الفريق الأصفر. يا أبطال، مرحبا بكم، مش دي في صحتي روزيوم أكو خلاص مولين الدار دوكا. اليوم وجدنا لكم سبعة ألعاب هيلة، أكو واجدين تخضرها؟ ويي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 ي
دونك ليكيب كاين لي جو كاين سيت جو دو كل واحد فيكم نسقسيه وقول لي واش حاب دير لي جو انت واش حاب دير. خيرت نلعب بولينغ وقلت للفريق تاعي بلي راني حاب نلعب هذه اللعبه. ميني بلاير انت ايس او تي انا ديرو الرجل. انا خيرت لو جو جيبها في سله وانا ندير خيط وحاليلو. بون تفهمنا هادو هما لي جو راكم خيرينهم. علي اوكي الفريق الاصفر يفوز. داي دير ميني بيار انتي دين ورجلين. انا خير جيبها في السله باسكو قعدنا غير انا وانفال وانفال كانت ملي بدينا وانا نقول لهم خلوني نلعب اللعبه الاخرى كاع اللي هي خيط وحليلو. ليبلو 1 2 3 وي جايز كاين بزاف العاب دوكا عندنا سبعه احنا رانا سبعه يسمى كل واحد حيختار اللعبه اللي يتوالمو ويعرف بلي حيلعب فيها. بالنسبه لك واش حابه تلعب؟ بعد نتشاوت مع الفريق تاعي سبتهم نبداو كامل الالعاب. انا مع الاول كنت حابه نشارك في لا مارين من بعد كي درتها صاحبتي وخلاو لي غير تجيبها في السله درتها. تفهمنا دوكا خلاص راكم قدها. هاي فريق الاحمر يفوز. اللعبة اللي نحدو بها حلقة اليوم هي ميني بيزار. الو واش نوع هذا في اللعبة؟ عندكم كامل اون بلانش وعندكم بلوطات لازم تدخلوهم كامل في الوسط. بصح كاين قانون واحد وشرط واحد اللي هو بابيسا لازم البلوطه الكحله هي اللي تخرج الاخرانيه كامل. اللي تدخل الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه حيكون الخاسر وينتهي له اللعبه. اليوم كاين لعبه جديده اللي هي دخلها في البطل. كيفاه؟ بدنا نلعب قشطه مع كوتكس. شوفوا كاين باطه لازم ندخلو كاع لي بول ولازم لابول الكحله تدخل هي الاخرى. اون توكا بزاف شابه هذيك اللعبه. واجدين وي خيرني الفريق تاعي لانني نعرف هذه اللعبه وما نعرفش هذو الباقي الالعاب. الفريق تاعي خيرني في اللعبه الاولى باش نلعب ميني بيار. مادام خيرني الفريق تاعي او لازم نربح. واحد زوج ثلاثه جو. لازم ندخل كاع البلوطات وماشي لازم ندخل بلوطه الكحله مع الاول لازم على الاخر كاع يتيك. هاد اللعبه لازم لها التركيز والتوازن. كي بديت كنت حاسه اللعبه صعيبه. الحاجه اللي جاتني صعيبه هي اني نتجنب ندخل الكره السوداء. C'est pas facile de tasser les trois candidats en même temps, ça a l'air Jabed, la policière parfaite pour ça. يا سهلة باش ندخلوها كامل في الدوائرة. بصح المشكلة هو البلوطة الكحلة إذا دخلناها نخسره. لعبة الميني بيزار هي بزاف كيوت لازم غير شوية توازن وما ندخلوش البالون هذيك الكحلة. تقول هذيك الكرة الكحلة حرشوها. الفريق الأزرق دخلت له بلوطة الكحلة. غلطت ودخلت الكرة السوداء ومن بعد زعفت شويه بصح قلت معليش ان شاء الله في الجوله الثانيه نربح. بس هذيك ما تنحسبش. كي كنت نلعب كنت مركز غير على البلوطه تاعي ما كنت كاع مركز مع فريق الاحمر ولا الازرق. هاي وليد عمر هاي وليد عمر. انا ما عرفت نلعب بالبريار مع بابا. كي ما عرفت نلعب بالبريار مع بابا انا نربح دايما.
سعيد باش تدخل كاع البلوطات بلا الكحله. لا لا نعاودها مش اقول الكحله لازم تدخل تاني اخر وحده لازم تدخل. برافو الفريق الاحمر والفريق الازرق. الجوله الاولى ربحت بصح نزيد ندير التركيز تاعي في الجوله الثانيه. في الجولة الأولى أنا دخلت كاع البلوطات والكحلة خليتها هي الأخرى. كانت هذه الجولة الأولى، دوكا راح ندوزو الجولة الثانية. في الأول كان عندكم 15 بلوطة، دوكا عندكم 20 وحدة باش تدخلوها. في الجولة الثانية اللي هي دوكا جيت لعبها بحماس ونسي نربح باش نفرح الفريق تاعي. كي واجدين؟ وي دوك نبداو الجولة الثانية ودوك نربح ونجي الأول. 1 2 3 قلت بلي باينة هادي تاني حنربح فيها باسكو سهلة. دخلت 9 بلوطات، وكي دخلت 9 بلوطات دخلت الكحلة ما زعفت. بصح كان جولة ثالثة دوك نربح فيها. برأيي تاعي كانوا يستريسوا فيا. صالح يربح ازرق خايف. كنت خايف شوية من الفريق الأحمر والأصفر، بصح كي شفت الفريق الأصفر دخل الكرة السوداء وما أنيت شوية، ومن بعد لقيت بلي الفريق الأحمر مازال راني فايتو ومازالوا شوية بعيد. كملتهم كاع وبقاو غير زوج كرات، ومن بعد كنت غير نخمم، كنت نقول لو كانت تدخل الكره الكحله وتبقى هذيك الاخرى قلبي قاعد غير يخبط. الفريق الاحمر نقول لكم بلي هذاك ماشي تشجيع، هذاك تقلق ونقص من التركيز. والحمد لله ربحت في الجوله الثانيه وفرح بيا الفريق تاعي. والله الفريق الأزرق كان عنده تركيز بزيادة، باسكو يعني ما كانوش يصدعوا فيه وكاع. أنا كان الفريق تاعي كان يصدع فيها بزاف، ما قدرتش نزرب مليح، فالفريق الأزرق هو اللي يربح. الجولة الثانية الفائز الأول هو الفريق الأزرق، يجي مراه الفريق الأحمر، وأخيرا الفريق الأصفر باسكو دخلت لهم البلوطة الكحلة. ماني شوية مقلق باسكو لازم نربح الجولة اللي فاتت. دوكا ندوزو المرحلة الثالثة والأخيرة لهاد اللعبة تاع ميني بيزار، دوكا راح ندوزو 25 بلوطة. في الجولة الثالثة ماشي حنعتمد برك على التركيز والذكاء، حنزيد وحدة وهي السرعة. كي بدات الجولة الثالثة كنت حاسة بلي راح نخسر، بصح قلت لازم نربح ونفرح الفريق تاعي ونربحو في كاع اللعبة. الفريق الاصفر اونكو اون فوا دخلت البلوطه، دخلت البلوطه الكحله، دخلت هادي له بوبر شفتو. هاي غير كنت بزاف ستريسي، سورتو كي كانوا يعيطوا راندا راندا راندا. كوثر ما كانش تحب كي كنا نشجعوها، كانت تحب تركز في الهدوء، بس حنا كي كنا نشجعوا فيها كانت تقولنا صدحتوني. كنت قاعد نلعب ونعس في الفريق الاحمر، اذا فاتني ولا فتو. الجولة الثالثة جلست بسرعة أسرع من الجولة الثانية، ربحت فرحت وفرحت الفريق تاعي. زعفت. برافو برافو عليكم، حقنا نهاية لعبة ميني بيزار، والفائز الأول هو الفريق الأزرق. الفريق الأزرق اللي هو الفريق تاعي ربح في اللعبة الأولى، بصح لازم نفكر باللي مازال كاين ألعاب وإن شاء الله نربح فيهم. يجي مورا الفريق الأحمر. كومان صح هي لعبة ونقدروا نعاودوها ونلعبوا لعبة أخرى، بصح قلت علاش أنا ما جيتش لا بروميير، مي سي با غاف، سي جوست أن جو. وثاني الفريق الأصفر. برافو. ها دوكا راح نجو اللعبة الثانية، اقعدوا معنا أنا جايين. جزء دوكا
اللعبة الثانية، اللعبة هذه معروفة بزاف، لعبوها الأجيال اللي قبلنا ومازال راحين نلعبوها الأجيال اللي بعدنا. لو كان مانيش بلاغوب كان لعبتها، اللي هي لا ماغيل. تعودنا على لا ماغيل وشكون ما يعرفهاش، وبلا تانيك ما ندير لكم الشرح باسكو تعودنا عليها. يلا يبدا الفريق الأصفر. نعطيك الحجرة. من نهار بديت المرتبة الأولى في ورشة كنديرو كنت نتسنى باش نجي نلعب. اليوم راني معولة ندي المرتبة الأولى مع الفريق تاعي. أنا معليش الفريق الأحمر يجوز. غيرني الفريق تاعي باش نلعب لا ماغيل، باسكو انا كنت متحمسه بزاف نلعب لا ماغيل وهي سهله ثاني لا ماغيل. متنا الفريق الازرق. انا اللي خيرت هاد اللعبه تاع لا ماغيل لخاطرش نحب نلعبها. برافو. دوزيام. تسنيم. اللعبة اللي دانجيروز بزاف ولازم تحس فيها بالبار هي لا ماغيل، أصعب لعبة في هيروسيا. أيا الأحمر. ما فنلعب لا ماغيل مع صحباتي برا، نلعبها بالطبشير وبالحجر. إسرع. ماسد. لا قصتي الخط الأبيض. عندي قوتيا. ما بدت رجل خاطر كانت رجلي توجع فيا وما حبيتش نحبس اللعبه على جال الفريق تاعي باش نربحها. روحي مو في اللعب لا ما غنصح ماشي بزاف. تسليم الابيض. اليوم جتني شوية صعيبة باسكو تزلق، هي تزلق ولازم نعفسوش في هذوك الخيوط البيضاء، ولازم نعفسو برجل واحدة برك ما نبدلوش الرجل، كي زعما كذا قعدنا في لاغوش نقعد في لاغوش ما نبدلوش. روحي ثلاثة، روحي كملي دوماج. كل ما نرمي هذيك لابوات هذيك تهرب. أيا الصعوبات اللي كانوا في لا ماغيل في هذيك البلوطه ما قدرتش كي نتيريها كانت تزلق لي. غسيل الابيض. لا بدات ترجل درتي تاك تاك تاك. ورقم ثلاثه خهرتها كاع ما نحكي لكمش عليها. ايوا تا حصلت فيه الرقم ثلاثة، كي انا كي تسني محصلنا فيه. رقم اربعة حسبت لي حالشي بتما وفي الميغوكا. يا ودي مخلطة. لاقب لاقب بلا بلا. ماروة. قصتي البيض. أنا مروة اليوم كانت مدي كوتيا في الفريق الأزرق، هو ما كانوش يحسوا واش كنت نحس أنا بلي كنت متوجع من رجلي، كانوا يشوفوا برك بلي أنا كنت ماشي مليحة وكنت نمشي لفوق. قاست. في هاد اللحظة أنا متمنية برك لو كان مروة جات في الفريق الأحمر ولا الأصفر. علي. بلاقل بلاقل فازي راحي. Est-ce que Qasset? Elle a touché. Qasset. C'est un travail très difficile. Ça Hamzia Hérosium, un tel policier, parfait pour ça. Extra. Bravo. Allez.
الفريق احمر ديال غومونتادا قاصد بصح لازم نتعشى شاك تخي لازم نتعشى على بيرفيكسيون باش انا كنت حنحس روحي ما قصت الخط صح وما كان يقولوا لي قصتي يا قلت بلي قاصد صافا ديك في قاصدتي فوالا بابي سهلي تحكم هنا تري بيان على بيرفيكسيون حطيتي لي بيي وكنتي في 8 وتبدي 6 عطيك 6 قصيت معها قلقتني بزاف يا سلام كاس معليش ما حبش تفوت مي بال اسرا بس كان يجيني بزاف بعيد وانا كنت نرمي البلوطه بزاف بعيد مروه لحقت رقم 7 بخي ما حبتش قايتك تجي في تما قاعده تزلق كرهت هذيك ديك الباطه ديريها بالعقل طيح قدامي وتيريها فور طير لهي هكا طير في السماء مروه قصيت فيها انا صايت ما كنت تخسي بزاف و بديت نتيري برك مروة علاش راكي مدي قلتي هكا وشوفي هي جات الايروزيوم وكانت من المحظوظين وزيد بقلقة بزاف وكره حياتها رقم 8 ثاني عانيت معاه بس كان يجيني بزاف بعيد وانا كنت نرمي البلوطه بزاف بعيد مروة علي 8 ايا بون نيميرو 6 ما كنتش قاعده نركز غير نعيط وكنت ستريسي بزاف صافي بديت غير نتيري مروة كي تلعبي جون كي كره حياتك عبالك خهرتها كاع ما نحكي لكمش عليها لحقت السبعة بصح هذيك لابوت ما حبش تلحق السبعة يلا روحي اللي فاز في لاماغيل مازال شوفوا شكون راح يفوز ابخي باش نشوفوا شكون يحتل المرتبه الثانيه والثالثه مالغري انا كنت عيانه ورجلي كانت توجع وكاع واش صار لي بصح انا جيت الاولى وربحت في الفريق تاعي معليش مروه راكي ربحتي وربحتينا بصح بالسيف حصلت في المرتبة الثانية مع الفريق تاعي ومعليش الفريق تاعي قادر يجيب ثلاثة مرتبة ثالثة بصح عييت باش تجيبها برافو للفريق الأحمر اللي فاز بالمرتبة الثانية والفريق الأصفر يجي للمرة الثانية أونكوغ في المرتبة الثالثة ودوكا نجوزو اللعبة الثالثة يلا لحقنا دوكا اللعبة الثالثة اللي هي لعبة البولينغ أروى تفهميهم؟ وي بون لإجراءات السلامة هذه شوية ثقيلة معناتها حتى كي تكونوا ترموها وديما تشوفوها في البولينغ لازم ترموها للتحت ماشي للفوق أوكي شكون حيبدا الأول؟ ألوغ فيك الفريق الأزرق هو اللي بدا هو اللي ربح اللعبة الثانية دوك هما اللي حيبداو هذه اللعبة الثالثة لازم تطيحوا لو ماكسيموم دو كيل صح؟ ما تروح ما بيش تحسب لنا شحال طيحتوا وراح نلعب هذه اللعبة ثلاث مراحل داكوغ واش دين وي يلا خيط اللعبه تاع البولينغ باسكو نعرف نديرها وما نعرف نديرها علي
قلت الفريق تاعي ما تخافوش دوك انا نربحكم في هذه اللعبه. 6 6 تربحت 6 نقاط وخليت برك ربعه، حسيت برك شويه لا بال ثقيله بزاف. برافو الفريق الازرق دوك طيحتوا 6 ليكي. شكون الجزء الثاني؟ الجزء الثاني الفريق الاصفر. خيرت اللعبه تاع البولينغ باسكو سهله ونعرف نفيزي. واجد 1 زوج 3 هدف هدف هدف. برافو درنا سترايك. يا ريت في الجولة الأولى طيحت 8 قراعي وفي الجولة اللي موراها إن شاء الله نطيح أكثر. 8 نقاط للفريق الأصفر. الفريق الأحمر خيرت لعبة البولينغ كاعت أنا كنت نلعبها بكري في المول بس ما عادش محترف محترف فيها يعني كنت نلعبها برك. يوسف يوسف un deux trois quatre شحال بابيسا؟ أربعة. يا كاتر. أربعة للفريق الأحمر. هذه الجولة خلصت وديت فيها المرتبة الثانية. في الجولة الأولى طيحت 8 قراعي وفي الجولة اللي موراها إن شاء الله نطيح أكثر. واللعبة اليوم راهي تعتمد على الزهر ماشي تعتمد على الخبرة واحد خبير وكلش. أهم حاجة هي إنه طيح أكبر عدد من هذوك القراعي. ألا هذه مرحلة ثانية. الأولى طيحت 6 سيدينا كاملنا بين 10 طيحهم. إن شاء الله بربي. أيا. بابيسا أعطي له الجو. 3 2 1 جو. برافو يلا ادم الفريق الاصفر لعب ديجا بولينغ قبل مالف نلعب بالو ونعرف نفيزي في البالو بصح البولينغ مختلفه شويه على البالو. 6 طيح 8 8 نقاط للمره الثانيه للفريق الاصفر. في المره الدوزيام يوسف ما طيح حتى نقطه. اي 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 يوسف قال لنا باللي انا نلعب بولينغ بصح في المرحلة الثانية جاب زيرو بهدلنا كامل. آدم فاتني بنقطة واحدة في هذه الجولة. صفر نقاط للفريق الأحمر للأسف مي سي با غراف مازال كاين الجولة الثالثة والأخيرة وكي تقدم الفريق الأزرق هو اللي حيبدأ. يلا كنزي واجد. أيا 3 أعطوا له 2 3 الفريق الأصفر اللي عندهم 16 نقطة pour l'instant. Adam, Adam, واحد زوج ثلاثة Adam, Adam, Adam. في الجولة الثالثة طيحت 10 قراعي وعليت المستوى. ايش الجوع؟ يوسف 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 يوسف. برافو. شحال كاين وحدة؟ 5 6 طيح 6 6 نقاط للفريق الاحمر. هذه المره كالعاده فت يوسف وادم يفوتني بشويه. الفريق تاعي قالوا لي ماشي شرط تربح ماشي شرط تربح دير على قد ما قدرت. رانا لحقنا لنهايه اللعبه الثالثه اللي هي لعبه البولينغ والفريق اللي فاز ب 26 نقطه هو الفريق الاصفر. ربحت وربحت الفريق تاعي وان شاء الله نزيدو نربحو في الالعاب الاخرى. يجي من بعده ب 21 نقطة الفريق الأزرق. ديت المرتبة الثانية بصح المهم ما خسرتش الفريق تاعي. وأخيرا الفريق الأحمر ب 10 نقاط. معليش مازال كملناش مازال متواصلين مع اللعب تبعوا معنا مازلنا قاعدين هنا. لعبة إكس أو. تعرفوها كامل عرفتي تلعبوها في الأردواز في الورقة في ستيلو أنا حنديروها فوق طابلة دوك عندكم الكيت هو لازم تقلبوه كي يطيح على فمو تقدروا ديروا القراءة فوق الطابل أوكي وي شكون يبدا بابيسا وي كو لا دغنييغ فوا في الجو لي أيمن الفريق اللي يبدا هو اللي فاز بالمرحلة الأولى اللي كانت قبل هذا الجو اللي أنا حنلعبو. الفريق الأصفر تخبله دونك اعطي له الكاس. يلا سي بارتي. بزاف نستنى لعبة اكس او خاطر شي كاع اللي كنت حابه نلعبها بزاف. ايش جو؟ ها
الازرق يبدا يلعب. ملي ندور الكاس نخسر ننسى حيجي دالت صاحبي. وميرسي الفريق تاعي اللي خلاني نلعبها وراني شوف اللي راح نربح بلا قلبك. واعره بزاف باسكو لازم هذاك الكاس لازم تدور ولازم يقعد هكا واقف. لازم الكاس يطيح واقف. تعدلت معاه مروة تمتم عارف التكنيك تاع اللعبة اكس او. لازم اكس او لازم واحد يكون عنده زهر. على الاول كنت حاسه بلي كنت راح نخسر بدات كي بديت نخدم بالعقل كان يجيني زهر وكانوا يوقفوا. مروة فرح اللي ربحت في الكاس اللي دورته بدي قلبي حبس. فارق توعي كانوا يعونوني يقولوا لي حط هنا. أحمد ما قصهش كاع اليوم احنا نقولوا له هكا وير هكا شغل شوشوني. أحمد هكا شاطر بزاف. كيفار كبني هكذا زيدي مروه الفريق الاصغر بزاف انا بالفريق تاعي خاطرش كان يشجعني وكان دائما يهتف باسمي كنت بزاف فرحانه وهذا اللي خلاني نزيد نشجع ونحب نربح باش نفوز الفريق تاعي. كانت هاد لامونش فريمون تري رابيد. الفريق الازرق راهو ربح ودوكا راح نشوفوا الفريق الازرق ضد الفريق الاحمر. يلا ربحت الجوله الاولى وعن بالي ان شاء الله بلي حنزيد نربح الجوله الثانيه. بعد ما تشاورنا انا وفريقي خيروني باش نلعب اكس او. يلا الفريق الاحمر انا مانيش خايفه من الفريق الاصفر ومن الفريق الازرق هاني دايره ثقه في روحي. وكي ما ربحت الفريق الاصفر راح نزيد ثاني نربح الفريق الاحمر ان شاء الله. كانت شاطره بزاف. ايوا سير الحاجه هي اللي جاتني واعره في اكس او الكاس كيكون حنقلبه. النتيجة في اكس او نتيجة من كاع ما تقدريش تتوقعها. كون خمس دقائق تتبدل وكانوا بزاف دي زانتيليجون. اللعب هذا في مستوى والله. يلا بلا قلبك تركيز تركيز. زيد هي اكس او ما كانش فيها غير ندور الكاس كان فيها تانيك تكنيك باش وين نحط القرعة باش نقدر نربح باش ما يقدرش يحاسمني ونخسر. اوكي مغامر. وهيدا انا ربحنا في لعبتنا تاع اكس او وفاز الفريق الازرق. انا كنت نلعب كونتر مروة وكانت شطرة عليا عبيها ربحتني. المهم الفريق الازرق فاز بلعبه اكس او بالمرتبه الاولى. بصح دوك نشوفوا الفريق الاحمر ضد الفريق الاصفر باش نشوفوا شكون هو الدوزيام وشكون هو الثالث. يلا الجوله
المرتبه الثانيه والاخيره باش نشوفوا شكون راح يفوز المرتبه الثانيه وشكون راح يكون في المرتبه الثالثه بين الفريق الاحمر والفريق الاصفر. شكون يبدا بابيسا؟ الفريق الاحمر باسكو هو اللي حط بلوس دو بوتي ما لافابسي في الجوله اللي فاتت. يلا واش داير؟ وي اوكي يلا فايت. لا لا انا تلفت لي انا يا تلفت لي بلا قلبك تركيز. احمد 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 شي لازم يعني تجربوه. لا زيد زيد لا لا زيد لعب تلفت لي زيدي. اسكو حيفوز؟ الحاجة الأولى كي درتها غلقت عليه باش ما يربحنيش. القانون وخاوتي احنا القانون فوق الجميع احنا نعاونوا القانون بهذا لا ديسبوزيسيون واحد فيكم يقدر يربح تما نعاودوا لا غالب. يلا يبدا الفريق الاصفر سي بارتي فايت. شكرا احمد. اسكو حيجيبوها هاد الخطره؟ لابسة ولا شو؟ يلا زين اللعبة. احمد 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 في هذه اللعبة دينا المرتبة الثانية واني فرحانة بها. برافو للفريق الأحمر اللي فاز بالمرتبة الثانية ويجي الفريق الأصفر في المرتبة الثالثة. ورانا كملنا مع لعبة الإكس أو ونروحوا نشوفوا اللعبة الخامسة. اللعبة الخامسة اللي حنبداوها دوكا هي لعبة يدين ورجلين.
يا أبطال ماما ماكو شفتوها ديجا في الحلقة اللي فاتوا. هاد اللعبة ما نقدرش نختلاو عليها. ألوغ أروى تهميهم؟ أوكي بون لهنا لازم تركزوا بزاف هذه اللعبه باسكو هذه لعبه شويه واعره لازم تركزوا في لا مان غوش لا مان دووات لازم تحطوا بيامج ليكم ولازم تمشوا غير بالعقل باش ما تغلطوش اوكي الحاجه الواعره في يدين ورجلين هي لازم كتقول كي تجيك اليد اليمنى كتقول تتلف لك لازم تحط اليد اليمنى اليد اليمنى زعما اليد اليسرى هذا هي الحاجه اللي تتلف خلا الوغ شكون يبدا انا الفريق الازرق بك هو اللي يربح لعبه اتش او دونك ارواحي خيروني الفريق تاعي باش نلعب لعبه يدينا ورجلين يلا حسينه الفريق تاعي بلي نربح ونربح معايا حسينه الجوله الاولى لعبت مليح واني فرحانه يلا يجوز دوكا الفريق الاحمر بعد ما تشاورنا احنا الفريق الاحمر خيرنا نلعب لعبه يدين ورجلين وانتي يدين ورجلين وانتي واش لعبه تلعبي انا واسراء تفاهمنا انا نلعب يدين ورجلين وهي تلعب لا ماغين بلا ما يكون صار اي مشكل بيناتنا يلا اسراء كنت نشجع بزاف اسراء في لعبه يدين ورجلين اسراء هي من المرة الأولى جبتها صحيحة وإن شاء الله نكمل هكا الفريق الأصفر خيرت هذه اللعبة مش صعبة بزاف ونقدر عليها إكرام 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 ما بيسا أنا نعملي لعبة قرش الأولى في المرحلة الأولى غلطت جاتني شوية صعبة عاودي جوز الفريق الأزرق ويش حسينة 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 الجولة الثانية غلط وما نش حبا نفقد تركيزي لازم نخمم غير في الجولات الجايين الفين أصبر عندي جوز ما نش خايفة أنا متحمسة للمرحلة التالية المرة الثانية غلطت وأني خايفة فريق تاعي يزعف حسيت روحي خلاص حنجيب مرتبة ثالثة ربحت الجولة الثالثة زوج خطرات على ثلاثة الفريق الأحمر بلا قلب لا ما تجروش ركزوا برك جو شجعوها إيسا 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 والفريق الأصفر يجيبوها إيسا إيسا نورمال المهم شاركت فيها وزيعة على أربعة خلصت اللعبة وديت المركز الثاني معليش المهم ما خسرتش خلاص انا كملنا لعبة يدين ورجلين والفائز بالمرتبة الأولى هو encore une fois الفريق الأزرق يجي وراها الفريق الأحمر وفي المرتبة الثالثة الفريق الأصفر سي با غراف مازال متواصلين مع اللعب واجدين لا سويت وي مالا نروحو نشوفو واش قادنا رانا لحقنا اخر لعبه لهذه الحلقه اللي هي لعبه خيط وحليلو على ما تعرفوهاش شفتوها في الحلقه اللي جازو
عندكم خيط في حلوة تحاليلو، لازمكم تجيبوا الحلوة لفمكم بلساتكم بلا ما تخبوا بيديكم. فهمتوا شوية؟ حمزة توري لهم ولا؟ أيا بس كاين كلكو جو بلا ما شرحوا لكم باسكو تعرفوهم ولا معروفين عندكم وحنا كاع نعرفوهم. تعرفوهم تعرفوهم باينه بلي عرفوهم. تبع الاستاذ كيفاش يوريك عبوك دير احكم هادي حطها في سنانك وقعد طلع طلع غير بسنانك تمس يدك ولا تريشي الفار يحكم ديرك اخرج ما بيش هي القانون خاوتي احنا القانون فوق الجميع احنا نعاونوا القانون ايوا انا خاوتي بابي شرنا معاها تغفلوا ولا احنا نقولوا الفار فار ديزيام فار طروزيام برا تبع الاستاذ ماشي نار كي تبداو تلف لكم يلا عطيلها فهمتوا اللعبه اللي كنت نسنى فيها خيط وحليلو اللي في هذيك اللعبه نحشر روحي استاذ كي نكون شرح واش دين وي نبداو وي غير ما طلعت نلعب قاعده غير نخزر شغل كنت متوتره بزاف قاعده نخزر منو من واحد زوج ثلاثه جو انا اصلا كنت حابه نلعبها وكنت نسنى فيها ملي بدينا ملي بدينا وانا نقول لهم خلوني نلعب اللعبه الاخرى كاع اللي هي خيط وحليلو لحد الان راني فايت الفريق الاحمر والفريق الازرق نو الخيط ما نجبدوهش بسناننا هي ما فهمتش انا كيفاه قالت لك حصل لي في سناني الخيط نجبدوه بلساننا سييها تزلق لك من فمك كنت نقول ايوا هذه هي مازال ما طلعتش مالك كانت حتفوتني وبك انا خلاص دخلت حتى وين شوف هذاك الخيط ديالها طاح ولازم نعطيكنيك جوغ نعرفو كيفاش نجبدو الخيط ماشي هي واقيلا ما فهمتش انا خافت ولا وقالت لك باللي حصل لي في سناني وصافي برافو ماما وصلت حبه حالي لو في فمي تما عرفت طعم الفوز حلو برافو يجي مورا الفريق الاصفر وللاسف الفريق الازرق ما قدرش يلعب باسكو وجا حسنها فوالا وجعوها سي با غراف ما شيري كنت حابه نربح بصح ما قدرتش الفريق الازرق راهو يجيب غير في سبايب باسكو كبار عليا وفهمهم معياش دوك نفككم اللي في المرتبه الاولى عندنا الفريق الاحمر يجي بعده الفريق الاصفر وثالثا الفريق الازرق يلا دوك نروحوا نشوفوا عاد الازياء تبعونا رانا لحقنا نهاية حلقة اليوم حلقة الألعاب ألو يا أطاجكم الحال اليوم دوك نجوزو تسليم الجوائز يا الله حمزة دائما وأبدا يجيب لي لي ديبلوم تاعكم ونعطيكم الترتيب تاعكم على حسب كامل لي جو درناهم اللعبه الاولى اللي كانت ميني بيلياغ المرتبه الثالثه تعود لي جود كردي فائزه المرتبه الثانيه هي رندا رامول هاد اللعبه كلاسينا حنايا لي دوزيام كومين صح هي لعبه ونقدروا نعاودوها ونلعبوا لعبه الخضر بصح زعفت والمرتبه الاولى تعود لي سيف الدين الزرقاني كربات فرحت وفرحت الفريق تاعي اللعبة الثانية هي البولينج في المرتبة الثالثة عندنا يوسف هنشير فائز المرتبة الثانية هو كنزي رزق الله والمرتبة الأولى كانت للفريق الأصفر مع آدم موقن لعبة لاماغيل المرتبة الثالثة تعود لتسليم سنايدي فائزة المرتبة الثانية هي إسراء بنت ستي والمرتبة الأولى تعود لمروة ليرا مروة
نحيي روحي ومروه اللي كانت معنا وحسينة الصغيره هذيك اللي جابتها صحيحه وجات لها بخميات. انا قلنا بينا باللي ما حتى ربحنا اللي كانوا معايا في الفريق الازرق. لعبه اكس او اللي كانت لعبه هايله. المرتبه الثالثه تعود لاحمد وائل صانع. لازم اكس او لازم واحد يكون عنده زهر. فائزه المرتبه الثانيه هي كوثر فريخ. في هذه اللعبة دينا المرتبة الثانية واني فرحانة بي. وفائزة المرتبة الأولى هي مروة حركات. فرحت بزاف كي فاز الفريق تاعي وتحصلت على المرتبة الأولى في XO. ونشكر كل الأصدقاء تاعي كي حيوني ونقول لهم نحبكم بزاف. باي باي. لعبتي دينو جلين تعود المرتبة الثالثة لإكرام العفري. كي جيت المرتبة الثالثة نورمال، المهم شاركت فيها رزيا. المرتبة الثانية كانت للفريق الأحمر مع إسراء بشيري. والفريق الأزرق يلحق في المرتبة الأولى مع حسينة بوسنة. برافو حسينة. ربحت الجولة الثالثة وربحت كاع اللعبة. لعبة جبهة في السلة. المرتبة الثالثة تعود لرشا حاج. في لافان قول الفريق تاعي كان بزاف هايل ونقول لهم بون كوراج وكملوا هكذا برافو. فائزة المرتبة الثانية هي كوثر رحني. والمرتبة الأولى تعود لسارة إبراهيمي. آخر لعبة هي لعبة خيط وحليلو. المرتبة الثالثة تعود لأنفل بوزيدي. برافو أنفل. فائزة المرتبة الثانية هي ملاك ليرا. والمرتبة الأولى في لعبة خيط وحليلو تعود لميليسا حجيراس. برافو مبروك عليكم أبطال هيروز يوم. واش هذا الكلام نقول لكم نتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة من هيروز. كمالون الفراشات بالصح نطير بلا جناحات نكون الأروع نفوز ونبدأ نغني أغنيات بالريشة نرسم تحدي نمثل أوبرا نصنع شوكولاتة أعياد بشكل الفقاعات ولا نكون بيتزا يولو ولا نعزف عالجيلو نغمة فرحة إذا حلمك تكوني أميرة ونحطه على راسك تاج إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج حب نشوفك تلعب تيرانات تيرانات يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأماني وانت في هيروز يوم